يعني تصحيح الأفكار المغلوطة. هقول إيه للعقول الظلامية، سنصحح أفكار كتير، سنلقي الضوء على شخصيات يعني الدارج إن نقول المتاجرة بالدين، لكن هي أنا أقول اللي هي فهم هو من الأعمال اللي هتبقى مهمة في تاريخي واللي هتبقى علامة. أنا عارفة الدور ده هيعمل إيه، عارفة مقدما يعني، بس ما كنتش عارفة إنه هيصير جدل بدري كده يعني، بالشكل ده منتظر إنه هيصير هذا الجدل بس في رمضان لما يتعرض، لكن هو بدأ من السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عشنا وشفنا إلهام شاهين هي اللي هتعلم الجمهور الدين بطلوع الروح، مسلسل مفروض ان هو هيتعرض في رمضان القادم، لكن المسلسل ده بيحوي حاجات مغلوطة جدا جدا، والمفروض انها بتقول ان الحاجات المغلوطة دي موجودة في الدين واحنا هنعلمها لكم، ونزل صورة ليها وكتب على الصورة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني تتخيلوا إلهام شاهين هنعرف قالت ايه بالفيديو، وهنشوف تصريحات من الزعيم عادل إمام في مداخلة تليفونية مع إبراهيم عيسى اللي دائما وأبدا واقف قصاد الدين، ملحد بيعلن إلحاده، طبعا شفناه وكلامه ضد الدين وضد الرسل والأنبياء، وشفنا قد إيه إهاناته المتكررة لما قال إن مفيش رحلتي الإسراء والمعراج، ورجع تاني أنكر كلامه. تفاصيل كتيرة جدا جدا. المجموعة دي يا جماعة شلة عارفين بعضيهم وبيعرفوا يدافعوا عن بعض قوي في الحوارات دي، خصوصا في فئة معينة مدسوسة إنها عايزة تسوق صورة الإسلام، أعوذ بالله وحاشا لله طبعا منهم، لكن فعلا للأسف ليهم تأثير، والتأثير ده بيكون في عقول الشباب اللي لسه عقلهم غير واعي، اللي لسه تفكيرهم محتاج يتربى ويترسخ على يعني العادات والتقاليد. مفروض الأزهر يكون ليه دور مهم جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، لأن مش كل من هب ودب هيطلع يتكلم ويقول لا الدين فيه والدين عليه، انتوا مالكوا مال الدين، خليكوا فنكوا اللي كله شذوذ ومثلية وجنسية وإباحية وراضيين وبتدعموا الكلام ده. ولو شفنا حد بس طلع وقال لا مفيش حاجه اسمها قبلات او احضان، لما رد على انتقاد حضرتك ليه والمنه بسبب رفضهم للقبلات والمشاهد الرومانسيه، المعادي انا مش عارفه الحقيقه، هو زوج منى عرفه الممثله، هو ممثل مبتدئ، ممثل ماله، هو قال ان هو هياخد اجراء حضراتكم سمعته قبل كده، طلعت وهجمت محمود المهدي انه قال ان منى عرفه ليها خطوط حمراء، وان انا مش ينفع ابدا اسيبها تعمل المشاهد الجريئه. هنسمع قالت ايه وهنرجع نكمل. تصحيح الافكار المغلوطه. هقول ايه للعقول الظلاميه. إلهام شاهين عايزه تصلح المفاهيم المغلوطه، فين هو الدين فيه مفاهيم مغلوطه؟ يا إلهام شاهين يا اللي بتدعي ان احنا نحاكي الغرب وبتقفي قصاد الحجاب وقصاد الدين وبتقول ان كل واحد يختار من الدين الحاجة اللي تمشي على هواه، انت طالعة تعملي عمل زي ده؟ يا جماعة احنا لو مش موقفنا جنب بعضينا كده وخدنا موقف من المسلسل ده ولازم يقع في رمضان وما يتشاهدش، حتى الاعلانات اللي بتيجي عليه ما نشتريش منها، لان مسلسل زي ده هيكون وصمة عار. يعني تصحيح الافكار المغلوطة. هقول ايه للعقول الظلامية، سنصحح افكار كتير، سنلقي الضوء على شخصيات يعني الدارج ان نقول المتاجرة بالدين، لكن هي انا اقول اللي هي فهمة زي ما سمعته. طبعا ده كان كلامها. شفنا مداخلة من عادل إمام مع إبراهيم عيسى وقال إن الفن متاح لتجسيد أي دور مهما كان الدور فيه إيه. نستنى ونشوف الفيلم المسلسل هيكون عامل إزاي وبعد كده نحكم، لكن نحكم من دلوقتي على فنانة كبيرة زي إلهام شاهين بيبقى إحنا غلطانين. وطبعا في نفس الكلام بتاعه كان متناقض، قال ان إلهام مش من حقها تجازف قوي في المواضيع لان في ناس مش بتعرف تتقبل الامر بصورة طبيعية. طبعا كلامه موجود مع ابراهيم عيسى، لكن حقوق الطبع والنشر للأسف منعتنا لان الفيديو كان لسه حصري، وطبعا انا مش هاخد برأي عادل امام في موضوع يخص الدين ولا ابراهيم عيسى ولا إلهام شاهين، اعذروني. اتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك واشتراك وتشيروا الفيديو ده في كل مكان، لان احنا لازم ناخد موقف فعلا من الفئة المدسوسة على الدين دي ونقول لهم عندنا أزهر شريف وعندنا دين وعادات هنحافظ عليها. سلام عليكم.